رحبوا معايا بمؤسس مبادرة تثبت ان العلوم ممتعة وهي شارع العلوم. نسمع سقفة كبيرة جدا لعبدالله عنان. تحت صورتك. تاني بانلست معانا هو مهندس معماري بيدرس فوتوشوب ومعروف بالفوتوشوب هاسلر. نسمع سقفة جامدة جدا لعلي خالد. هنا 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 تحت صورتك. الاخر بانلس معانا هو مؤسس برنامج تعليمي بيوفر معلومات عن مواضيع مختلفة بطريقة سهلة ومفهومة. والله زي ما بقول لك كده. سقفة كبيرة ليوسف مجدي. مش عارف بقى تقعد هنا ولا تقعد هنا، مش عارف. ما احنا اقعد هنا، اقعد هنا، اقعد هنا، انا بحب اقعد هنا. صاحبي هاته جنبي. انا مش صاحبك يعني؟ ماشي يا عم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي التيك توك بانل بايه؟ شكرا شكرا جدا. بس انا هسألكوا سؤال بره المنهج ليك كلكوا، تفتكروا ان ده حصل فعلا because of تيك توك ولا because of the content؟ يعني هل الكونتنت بتاعكم لو كانت حط على فيسبوك او انستجرام او يوتيوب هل كان هيعمل نفس الصدى اللي على تيك توك دلوقتي؟ وجابوا باي ترتيب؟ هو اغلب الناس اللي هنا عندهم هنا وهنا وهنا وعامل نفس الصدى. اوكي، فهو اوريدي يعني موجود. يا ولد الدهاني في قرتي جامد. ماشي ماشي، يمكن انا بس اعتقد تيك توك هو اللي فيه الفيراليتي الاكبر، فبالتالي ده بيليد لده، ده بيليد لده. طبعا طبعا التيك توك ساعد، هو البلاتفورم اللي يعني فيه الناس دلوقتي، الناس مركزه معاه، هو الفن هو اللي فيه الحته دي. بالظبط بالظبط كده. طيب سؤالي، اول سؤال لعبد الله، ايه اللي خلاك تبتدي الانيشيتيف بتاعت شارع العلوم؟ شارع العلوم هي بدأ من 2017. اوكي، بس الناس ما عرفتنيش الا في 2020 في الكوفيد. بس انا ابتديتها لان الكونتنت اللي انا بعمله ده كان اكتر كونتنت بحب اتفرج عليه ومتعلق بيه من وانا صغير. افتكر وانا في رابعه ابتدائي حضرت هيدروجين في الحمام وفرقعت، ولعت في الحمام. حضر هيدروجين في الحمام وفرقعت؟ ايوه في رابعه ابتدائي. اعتقد مش لازم تحضر هيدروجين في الحمام عشان تفرقع، كلنا بنفرقع في الحمام عادي. ففضل الفكره دي مسيطره على دماغي، وكل انواع الكونتنت اللي بتتعرض بقى على التلفزيون، او لما كبرت وعرفت يوتيوب، او لما كبرت وعرفت ان في يوتيوب. أيوة كده. واتفرجت على الكونتنت، فده كان اكتر كونتنت بحب اتفرج عليه واكتر حاجه مسيطره عليا وباشنت جدا ناحيتها. وكنت ما لما بقعد مع اي حد بحب ان انا شير ده. وقررت لما جالي جاب ما بين الكليه والجيش 6 شهور، قررت ان انا اعمل حاجه اسمها شارع العلوم، ان انا شير ساينس مع الناس في الشارع. وابتديت الانيشيتيف، بس كانت اوفلاين لحد ما ابتدينا اونلاين في 2020، وحصل اللي حصل بقى. سؤالي اللي جاي ليوسف. ايوه، انت جربت تعمل كونتنت على يوتيوب 10 مرات قبل كده؟ دي حقيقه. شكلك شفت الفيديو. شفت بقى ايه اللي كان بيحصل مختلف كل مره في ال10 مرات؟ هي كل مره مختلفه، كان الكونتنت اساسا كان مختلف عن اللي قبله. لا قرب المايك شويه عشان الكونتنت مميزه يا يوسف. الكونتنت نفسه كان مختلف جدا عن اللي قبله. اوكي. يعني جربت كل حاجه تقريبا. ما كنتش عارف ايه اللي انا عايزه في الاول. انا كنت اللي انا عارفه ان انا عايز قوي اقدم كونتنت، ايه هو لسه ما كنتش عارف. فكان اول حاجه جربتها هي كانت الكوره. يعني انا كنت حابب قوي الكوره، بتفرج على برشلونه جدا وبتاع، وكانت الفتره بتاعت الجولدن ايرا بتاعتها، فكانت جامده جدا يعني. اوكي. فقلت بقى خلاص انا هبقى محلل كروي ابن لذينه، مفيش زي. بس فجربت مره ما نفعتش، قفلت القناه خالص، قلت اجرب بقى اطلع بوشي. كان في بتاع 7 مشاهدات حاجه زي كده، كلهم من البيت يعني، مش اكتر، مش بره البيت خالص. فالموضوع برده كان فشل جدا. بعد كده قلت بس انا بحب الاكل، نطبخ بقى، نطبخ سوا.
مع ان عمري ما طبخت، انا بس بحب الاكل مش اكتر. اوكي. فقلت يلا اتعلم مع الناس بقى، فعملت تقريبا 10 فيديوهات، 10 اكلات مختلفه. العشر اكلات كانوا شكلهم حلو جدا جدا، بس طعمهم بس يعني فعلا بعد زي الهيدروجين اللي عبد الله فرعه في الحمام برميه في الزباله على طول. ممنوع الاكل، ممنوع ممنوع تاكل، والله اكل لا يؤكل نهائيا. فمامتي اساسا عشان تساعدني قالت خلاص اركن انت، انا هطلع بايديا بس اكنه انت وهعمل الاكل بنفسي، اللي هي عايزه تساعدني. ما نعمل غش تجاري ده، ما نعمل ايه. وفعلا كملنا كده شويه، بعد كده قلت انا كده مش كونتنت كريتر، انا كده مانجر بقى، فاهم؟ انا مدير اعمال مامتي، فالموضوع ما كانش هينفع يعني. فجت في بالي صراحه في مره شفت فيديو للدحيح، انسبايرد مي جدا بصراحه. طبعا. فقلت بقى بس خلاص، شاف يا جماعه احمد غندور كده 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 كده. فبصراحه انا قلت بس انا عايز اعمل ده، انا بحب كده. وكان ساعتها الكورونا كانت بدات قوي، فكان في بقى ايه كله قاعد في البيت، فقلت خلاص انا كل يوم عايز اتعلم لي معلومه جديده. فجت دي مع دي، فقلت خلاص اللي انا هتعلمه هقدمه للناس. والحمد لله دخلت بقى التيك توك والموضوع مشي كويس من ساعتها. شايف اليوسف يا جماعه؟ لا، هي حته مهمه جدا ان هو قال ان انا اللي بتعلمه بشاركه مع الناس. فحتة ان انت تشارك العلم او العلم اللي عندك ما تفضلش متمسك بيه. يعني في ناس بيبقى هدفها ان هم يموت فاضي، مش فاضي ازن هايف، ازن يكون موصل العلم، كل العلم اللي اتعلمه للناس اللي حواليه. فاعتقد ده اليوسف بيحاول يعمله. بالضبط اللي احنا بنحاول نعمله. شكرا. شكرا. سؤالي اللي جاي لعلي. انت قلت يا علي ان انت علمت نفسك بنفسك الفوتوشوب، ايه الـ الـ الدور بتاع السلف ليرنينج بتاع اللي اثر عليه في الكرييتنج الكونتنت بتاعك، وايه التولز اللي انت استعملتها عشان تعلم نفسك الفوتوشوب؟ انا شايف ان السلف ليرنينج تقريبا كان كل حاجه في اللي انا وصلت له دلوقتي. ابتديت الاول ان انا اتعلمت فوتوشوب من على اليوتيوب. أوكي. بعدها الفكره ان انا بركب صور مع بعض، فابتديت بفكره ان انا عايز اركب نفسي انا في الصوره الجديده، فاضطريت اصور نفسي، فالصوره ما نفعتش، فابتديت اتعلم من هنا تصوير. لقيت ان الصور بتاعتي وحشه جدا، فابتديت اتعلم اضاءه علشان اعرف اظبط الاضاءه دي مع الاضاءه دي. لقيت ان في حاجات محتاجه اتعلمها زياده، اتعلمت الرسم علشان اعرف اظبط الشادوز وشويه تاتشات بسيطه كده. بعد كل ده بقى كنت عايز اوصل اللي انا بعمله، فاضطريت اتعلم سوشيال ميديا، اتعلمت ماركتنج. كل ده سيلف ليرنينج اتعلمته لوحدي. يعني كلمه هاو تو دي لو حطيتوها قبل اي حاجه في حياتكم هتلاقوا اجابه على اي بلاتفورم في الدنيا. يعني لدرجه مره ان انا كنت خارج مع صحابي عايزين نحتفل ونعمل حاجه، كتبت افكار للي احنا حاجات ممكن نعملها في الخروجه، وكانت من احلى الخروجات اللي عملناها ان نلعب حاجات بالكور البينج بونج او تخرج مع صحابك اصلا. لا ايديز فور مثلا فان ايديز فور فريندز، اي حاجه موجوده على النت واي حاجه نقدر نتعلمها. وكل حاجه اتعلمتها في حياتي، ودايما بقول الكلمه دي، كل حاجه اتعلمتها في حياتي كانت ببلاش. انا ما دفعتش جنيه واحد غير في المدارس والجامعات، غير كده كله كان ببلاش. ابروتش عبقري. ابو بلاش كتر منه طبعا، يعني دي احلى حاجه في الدنيا. طيب السؤال الجاي ليه كنتوا التلاته. قعدتوا تجربوا different kind of content، عرفتوا منين الكونتنت الصح اللي انتوا هتفضلوا ماشيين عليه واللي هيفضل مكمل معاكوا واللي هيضرب؟ يعني يوسف اعتقد انت قلت انك جربت 10 مرات. جربت كتير قوي. بس عرفت منين ان الكونتنت اللي انت بتعمله هو ده اللي مكمل معاك، مش واحد من مش تجربة ال11 يعني؟ انا حسيت اول لما بدأت اقدم حاجة مفيدة للناس لقيت فعلا في مقابل على طول، فعشان كده ساعتها عرفت ان خلاص يعني ادور على اي حاجة مفيدة الناس هتستفيد، وانا كمان برضو الموضوع هيبقى مفيد بالنسبة لي. وبرضو من الكومنتات برضو كده، لما اول مره احس بان في ناس فعلا بتستفيد مني وان الموضوع حلو، ايه ده مثلا بتاع معلومات،
انت بتفيدني جدا والكلام ده، فدي حاجه صراحه بتبسطني جدا من جوايا. واكيد طبعا لما اي حد بيجي يتصور معانا دي بالنسبه لي اصلا يعني حاجه تانية خالص فعلا، يعني ده الهدف الرئيسي اصلا للموضوع كله. والله انا لما حد يجي يتصور معايا بستغرب هم عارفيني منين. ما يعني بس تمام. بس عبد الله يعني هو انا قدمت نفس الكونتنت من ساعه ما بدات، بس كان كل مره بغير فيها الطريقه. ودلوقتي انا هجاوب لك على الاجابه بتاعه تيك توك اثر ولا ما اثرش. انا لما ابتديت في 2017 كنت بنزل للناس في الشارع وكنت بسالهم اسئله علميه، وكنت بحاول ان انا اجاوب لهم الاجابه، يعني اجيب لهم الاجابه عن طريق اكسبيرمنت. اول فيديو نزلته جاب كان على فيسبوك كان 10,000 فيو، كان ساعتها انا طاير من الفرحه يعني انا مش مصدق. فانا كنت متوقع الفيديو اللي بعده 15، لا الفيديو اللي بعده جاب 5، اللي بعده جاب 4، اللي بعده جاب 2، فالموضوع قل. بعد كده دخلت الجيش، حظي ان انا دخلت متحف القوات الجويه، فاستغليت وجودي كعسكري مش بس خدمات او كده، وحاولت ان انا عرضت على القائد هناك ان انا عايز ابسط علوم الطيران للناس. اوف. واخدت سيكشن وصورت هناك فيديوهات ورفعتها على صفحه المتحف، برده ما جابتش فيوز. بعديها عملت تور حوالين مصر كلها، اسكندريه، اسوان، بورسعيد، وكنت بعمل حاجه اسمها ذا جريتست ساينس شو، وكنت بقطع منها وكنت بنزلها. بدت الدنيا تتزق شويه، بس انا كل ده كنت مركز قوي على فيسبوك، بس كنت بدفع. كنت بدفع. بس في 2020 ذاكرت كل اللي انا عملته، ذاكرته كويس جدا، وعرفت قريت عن السوشيال ميديا، هاو تو جو فايرال اون سوشيال ميديا. انا عملت ده زي ما علي قال، وعرفت ان في حاجه اسمها اول 3 ثواني او اول 5 ثواني مهمين، وانت لازم يكون الكيرف بتاعك مش ثابت، لازم كل شويه تلفت نظر المشاهد. لحد ما انا اتفرجت على دوكيومنتري اسمه ذا بيل ناي ساينس جاي، واحد من الناس المؤثرين فيا، وقال لي ان الجمهور بتاع الكونتنت اللي احنا بنقدمه اقوى فئه عمريه هي الفئه اللي ما بين 10 سنين و15 سنه. طب الفئه دي موجوده فين؟ طلعت ساعتها كده يعني كلام كتير حوالين تيك توك. فتحت تيك توك لقيت كل الناس دي هناك. اوكي. فتحت الكاميرا اعتقد تقريبا الحمد لله هم كلهم هنا برضو. يعني اهلا، كلهم هنا. هاي يا جماعه، بحبكم قوي. ففتحت الكاميرا والله العظيم حرفيا انا لما شفت ده فتحت كاميرا الموبايل، والموبايل ما كانش غالي قوي ولا اي حاجه، وكانت كواليتي تعبانه. كان ده في بدايه 2020، وعملت تجربه على اغنيه كانت مشهوره قوي وكانت فايرال قوي على تيك توك 15 ثانيه، جبت 100,000 فيو في اول ساعه اون تيك توك. فتيك توك يا جماعه اول حاجه ساعدتني ان انا جو فايرال. نزلت بعديها 5 فيديوهات، كنت محافظ الحمد لله على نفس الريت واعلى. رحت بقى شايف معايا فلوس قد ايه، وعملت بيهم استوديو، وذاكرت بقى سوشيال ميديا اكتر، وعملت بقى فيديوهات. بدات ان انا تارجت اجيب حاجات من مناهج الاولاد. أوكي. واعملها بالطريقه بتاعتهم، وهم قاعدين على تيك توك كده بيشوفوا تشالنجز، يلاقوا له واحد طالع له هيحصل ايه لو حطيت الزئبق على النيتروجين مثال درجه حرارته كذا تحت الصفر. وهنا بقى انت عارف، هنا بقى انا عرفت. أوكي. عرفت ان ازاي الناس للاسف ان في علاقه طرديه ما بين المعلومه وقله الفيوز. كل ما المعلومه بتكون قويه كل ما الفيوز بتقل. فانت لازم يكون معاك مشرط تانترتين اللي قصادك، وتعرف انك تدي له الفن بتاع الساينس مش ساينس بس. تحفه، اجابه نموذجيه علميه. نفس السؤال ليك يا علي. والسؤال كان ازاي اعرف ان الكونتنت ده هو المناسب؟ يعني يعني انت قعدت تجرب قد ايه لحد ما عرفت؟ هو لحد دلوقتي انا فعلا ما اعرفش. اوكي. يعني لحد دلوقتي انا بجرب، انا لسه بجرب. يعني لو فتحت او الناس اللي متابعيني، اوكي انا كل يوم بشكل مختلف. ممكن اصحى من النوم انا عايز اعمل اكل النهارده، اعمل اكل. اوكي. عايز اعمل كذا، اعمل كذا. فانا مع فكره او انا ببص بطريقه مختلفه، ان انا مش بكرييت على قد ما انا بدوكيومنت، بحاول اختار الحاجات المميزه اللي فيها فاليو زي ما يوسف بس قال. بس هو مش بلوج، يعني هو انت بالدوكيومنت مش بتبلوج. مش بكرييت، مش أوكي. بحاول اكرييت حاجه، بشوف يومي ماشي ازاي او ايه اللي بيحصل في حياتي ممكن يبقى فيه فاليو للناس، او يبقى انترتيننج للناس، او يبقى فيه اي حاجه اقدر اقدمها للناس، وبدوكيومنت الطريقه دي في السكوب بتاع السوشيال ميديا اللي بينفع عليها. اوكي. لا اجابه نموذجيه جدا. ده انت مذاكر بقى، ده انت غشوك الاسئله ولا ايه؟ ماشي. سؤال برضو ليكوا كلكوا. How do you keep up to date with the changing scope of content؟ ازاي بتواكبوا الكونتنت المتغير دايما على السوشيال ميديا بكل البلاتفورمز بتاعته؟ مين عايز يبتدي؟
دوس دوس. ان انا الصراحه اجابتي هتبقى مش ان انا بحاول ان انا اكون يعني على طول مع التغيير في الكونتنت، بس انا بحاول ان انا ابقى احسن من نفسي قبل كل يوم، وان انا اكرييت ماي اون ترند، يعني انا اللي اعمل الترند بتاعي. اوكي، مش ترند وتركب عليه بالظبط. يعني هو دي حاجه بالنسبه لي، كل فتره بيبقى ليها ثيم مختلف وليها شكل مختلف، وبحاول ان انا احسن منه ويكون في بلان وفي سيلف ديسيبلين من ناحيه الموضوع وبس. ده بالنسبه لي. اوكي، اجابه واضحه، شورت انسر. مين فيكو عايز يقول؟ انا اجابتي للموضوع ده ان انا افضل كده، ان انا ابقى اوبن مايندد، اشوف الكونتنت او الحاجات الجديده بطريقه اللي هو عادي اجرب حاجه جديده. الناس كتير قوي بتخاف ان هي تجرب حاجه جديده، الناس متعوده تشوفني بعمل كذا مش هجرب كذا. زي ما انا قلت، بجرب كل حاجه وبعمل كل حاجه، بجرب كل بلاتفورم وما عنديش مشكله، انا اوبن مايندد في اي حاجه، وده اللي بيخليني اقدر استكشف كل الكونتنت المختلف، وممكن واحد منهم ما كنتش شايفه قوي زمان هو اللي انا انجح فيه او هو اللي انا نجحت فيه، وده اللي حصل فعلا. اوكي، تحفه. هو انا بالنسبه لي كملوا السقفه، كملوها، تخافوا تسقفوا ايه ده؟ قول يا يوسف. هو انا بالنسبه لي عامه موضوع الكونتنت هو اهم حاجه، يعني بعيدا عن ايه اللي بيحصل حواليك، هو اهم حاجه ان انت الكونتنت بتاعك يفضل كل شويه يبقى فيه تطور وتغير، ملوش علاقه قوي بالترندات، عشان اظن لو احنا مشينا ودورنا ايه الترند دلوقتي تعال نحاول نعمله احنا كمان، اظن احنا هنقل مش هنعلى لفوق. صح. فموضوع طبعا عبد الله اللي قاله ان انت اللي تعمل الترند بتاعك، دي طبعا حاجه ده الصح جدا، وطبعا المفروض هو كلامه فعلا صح 100%، ما فيهوش نقاش خالص. بس فكره عامه ان الترندات دي انا شايف ان احنا ملناش قوي علاقه بيها، عشان احنا بندور على حاجات تبقى مفيده للناس بس. فطول ما احنا بنكرييت بقى كل شويه حاجات بطريقه مختلفه، كل ما احنا نتطور عن الاسلوب بتاعنا القديم، وده بالنسبه لنا اللي فرق معانا قوي في خلال السنتين اللي فاتوا او السنه اللي فاتت. كلام جميل جدا. بس كده. ايوه، كل مره استقف، كل مره. انا بس ممكن اطلب طلب قبل ما اكمل؟ فيش بطانيه يا جماعه، انا ساعين قوي. راجل ساعين. ساعدوني يا جماعه، ساعدوني. طيب، سؤالي هنا موجه لعلي. دلوقتي انت بتبوست كل يوم كل يوم كل يوم ثلاث سنين. طيب ايه الصعوبات او التعسيف اللي انت ممكن تواجهه وانت بتبوست كل يوم، وحاطط لنفسك تارجت ان انت لازم تبوست كل يوم؟ اول حاجه الكرياتيفيتي بلوك، دي اصعب حاجه في الموضوع كله. فجاه بلاقي مثلا صحيت من النوم ما عنديش فكره، ما فيش طاقة، ما فيش باشن أو أي حاجة. بس من الحاجات اللي أنا درستها عن الكرياتيفيتي وعن الباشن والحاجات دي، إن أهم أيام هي الأيام اللي الواحد ما بيبقاش حاسس إن هو إنسبايرد أو حاسس بالكرياتيفيتي قوي. هي دي الأيام لما الواحد بينسست فيها ويطلع حاجة أو يعمل حاجة بتفرق. حتى لو أنا بسكريفايس كواليتي في حاجة زي كده، مش كل البوست بتبقى التوب كرياتيفيتي، بس انا خدتها زي هابت. وعجبني قوي كلمه ديسيبلين اللي عبد الله قالها، لان دي من اهم حاجات النجاح بالنسبه لي، ان انا ابقى ديسيبليند ان انا كل يوم بقدر اعملها. وهنلاقي ان في ناس في مجال، الناس مثلا بتوع البادي بيلدينج بيقعدوا بالعشرة والعشرين سنه كل يوم بيحطوا ساعه في الجيم، ساعتين ثلاثه في الاكل اللي هم بيعملوه. فمش صعب ان انا كل يوم احط ساعه ساعتين ان انا افكر في حاجه جديده واعمل فيديو يفيد الناس. اوكي، تحفر تحفر. سؤالي اللي جاي لعبد الله، من رايك ايه هي الخطوات اللي هي لازم تتاخد عشان تساعد في انها تجيب لك الهيوج سكسس، وان انت تجت نومينيتد على تيك توك ويوتيوب أوردز؟ بص، هو حاجة دي كلمة واحدة ملهاش تاني، الاستمرارية ثم الاستمرارية ثم الاستمرارية ثم الاستمرارية، رابع بقى واحدة. والاستمرارية مش هتيجي للبني آدم إلا ما يكون هو شغوف ناحية الحاجة. وكلمة شغوف معلش بقت قيمتها قليلة بسبب إن هي بقت بتتقال كتير، بس يا جماعة الشغف يعني عشان نبسطها للشباب واللي هم قاعدين قصادنا، عارف انت لما بتكراش او بتكراشي على حد
انت بتشايف ان الانسان ده والانسانة دي هم مفيش غيرهم صح؟ فلو الفكرة اللي قدامك انت بتكراش عليها وشغوفة ناحيتها صدقني وشايف ان انت ممكن تعمل منها حاجة واستمريت فيها انت مش محتاج اكتر من بس ده. بس معلش يعني هو كلمة كليشيه قوي بس احنا دلوقتي في عصر السرعة يعني الشباب دلوقتي ترند ورا ترند ورا ترند بيتغير كل يوم كده فاكيد في زهق يعني لو انا بعمل حاجة لو انا باكل رز كل يوم اكيد حزهق من الرز اكيد هغير فاهم قصدي؟ صح فحتة الاستمرارية دي زي ما انت قلت هي محتاجة ديسيبلين بس محتاجة حاجة تانية محتاجة محرك معين عشان تفضل مستمر عليها. انا بالنسبة لي لو هقيسها على نفسي الفكرة مسيطرة على دماغي بنسبة 1,000,000%. انا ما اعرفش ايه السبب بس هو انا كده هي الفكرة دي مسيطرة على دماغي وبس انا مش شايف غيرها. يعني ممكن نقول اوبسيشن مثلا؟ اوبسيشن اوكي مش ممكن تقول هو اوبسيشن هو انا يعني مهووس بالموضوع والموضوع مسيطر عليا ومسيطر عليا اكتر بسبب ان كمية المسجز وكمية الكومنتس وكمية الناس اللي قالت لي قد ايه هم او ولادهم بقت مادة العلوم هي احلى حاجة بالنسبة لهم وبقوا بيحبوها وبقوا بيحبوا ان هم يفتحوا كتاب الساينس ده يخليني اجتهد اكتر لدرجة يا جماعة مش حاجة انتم مش عارف انتم عارفينها ولا لا انا كل سنة بقف اول 3 أو 4 شهور ما بشتغلش فيهم علشان ما ينفعش اتعرض للكيميكلز بشكل يومي. الثلاث شهور دول يوسف وعلي عارفين كويس بحضر فيهم كونتنت السنة كله. الكونتنت اللي انتوا شفتوه السنة اللي فاتت احنا كنا قاعدين في الساحل وانا بفرجهم الفيديوهات اللي انتوا شفتوها في شهر 12 هم شايفينها في شهر 5. ف it's planning obsession فالموضوع كله ازاي يكون هنا يعني مجهود يحترم يعني ان شاء الله. طيب سؤالي اللي جاي ليوسف. ايوه. How did you take the decision to make content creation your main career? إنك تخلي content creation هي the bread and butter وهي دي شغلتك فقط. والله بص هو أنا بدأت تقريبا قصتي من تانية جامعة حاجة زي كده. لما أنا قررت إن أنا عايز أشوف حاجة تانية غير المجال اللي أنا بدرسه ففتحت لي أول شركة وبتاع كانت ستارت اب قعدت فيها كتير قوي وتعلمت حاجات كتيره جدا جدا ليها علاقه بقى بالماركتنج والبراندنج وكل حاجه ليها علاقه بالبيزنس اتعلمتها. قعدت تقريبا سنه ونص وكانت هي دي املي بقى خلاص. بعد كده في يوم وليله اكتشفت ان احنا مش هينفع نكمل في الشركه ولازم نقفلها النهارده خلاص. موال بقى كبير انت فتحت يعني. الشركه وقفلتها تاني قفلتها بعدها بسنه ونص قفلتها بعدها بسنه ونص على طول. فبعد كده انا كنت خلاص يعني انا خدت خلاص القرار ان انا هدور على اي حاجه تانية. انا بدور على حاجه توديني مثلا حته معينه. ففتحت شركه بعدها على طول بثلاث شهور قعدت فيها بتاع 6 شهور تقريبا وقفلناها برضو. انت قاعد ماشي تفتح انا عايزين نشوف يعني أوكي. مش فارقه في كده جمله والله قبل كده حلب تونه وفي كده جمله قبل كده قريتها كانت حلوه جدا بتقول لك يعني مثلا في فرق بين الغرور والثقه بالنفس. اوكي. المغرور بيبقى فاكر ان هو عمره ما هيفشل بس الواثق من نفسه بيبقى متاكد ان هو هيفشل بس هو عارف ان هو عمره ما هيقف. هي دي الفكره يعني. واو. فانا من ساعه ما فهمت الجمله دي بقت هي دي مبدا حياتي قوي. فبعد ما تاني شركه فشلت دخلنا بقى قلت خلاص انا عايز ابقى كونتنت كرييتر. فتحت بقول لك 10 تشانلز الثانيه بتفشل ورا اللي بعدها عشان انا عارف هيك دول هيفشلوا بس okay. مش مشكله ان شاء الله هلاقي اللي انا بحبه. ولقيتها الحمد لله في القناه رقم 11. والموضوع مع الوقت لما لقيت ان فعلا في ناس كتير قوي بقت عارفاني في وقت سريع فلقيت خلاص انا حابب قوي اللي انا بعمله ده. طب ما خليه هو ده بقى يعني هو ده فعلا. خليت الموضوع مثلا كان جالي 3 شهور ورا بعض كنت ببوست تقريبا فيديوهين في اليوم خلاص انا بصحى بنام بصور هو ده شغلي خلاص. لغايه ما فعلا لما الواحد بيبذل مجهود كبير قوي ولمده طويله قوي من غير ما توقف خالص فعلا بتلاقي النتيجه في الاخر. وبس هي دي القصه. واو. انا قاعد بقول واو بس والله. طيب سؤال ليكوا كلكوا ازاي قدرتوا تحولوا البيسك انفو او المعلومات العاديه لانجيجينج كونتنت اللي هي تتشاف من الجمهور دول فيقولوا واو زي ما انا بقول واو طول ازاي قدرتوا تبهروا الجمهور بالكونتنت العادي عشان تانجيج فانت لازم يكون عندك سبب للانجيجمنت. ف
فانا دايما ببتدي اي فيديو ليا بسؤال او يا ترى، يعني لازم اللي قدامي عشان احط كلمه انجيجمنت ما بين قوسين وتبقى موجوده عندي في الفيديو، فانت لازم تشوف اللي قدامك. يعني انت جايب تجربه من الكتاب، قمه في الملل، حرفيا قمه في الملل. يعني في تجربه عندهم اسمها الراسب الابيض بسبب تفاعل المركبات الايونيه اللي هي اسهل من تفاعل المركبات التساهميه. انا زهقت جدا من العنوان. صح جدا، صح كده. لكن انا جيت قلت لك يا ترى ايه اللي هيخلي الميه تتحول للبن؟ اكشلي دي ولا ميه ودي ولا لبن. أوكي. ده راسب ابيض وده ملح طعام اللي عندنا في البيت يا جماعه. وورد بلاي يعني. بالظبط، هي اتس ا جيم، ولازم بنذاكر نفسنا كل يوم، لان حرفيا انت نفسك لو في فيديو راح معاك فايرل، وكل التيك توكرز اللي موجودين هنا عارفين الموضوع ده كويس، اي حاجه راحت معاك فايرل وحاولت تقلدها مره الثانيه الثالثه، الجمهور هيقول لك اقعد عايزين حاجه جديده. لازم تذاكر نفسك، لازم تلاقي سبب انك تانجيج الجمهور معاك، ولازم يكون معاك مشرط، وخصوصا الثلاثه اللي قاعدين هنا، مشرط قوي وبريسايز قوي ما بين الكونتنت والانترتينمنت. اللي هيقع فيهم الفيديو بتاعك مش هيتشاف. واو تعالي. انا شايف ستراكشر الفيديو زي ما قال، بيبدا هو دايما بسؤال او بحاجه انجيجينج تشد الناس. انا بحب اعمل تشالنجز، يعني دايما الاسئله بتاعتي سؤال، ممكن ابقى عارف الاجابه او في اغلب الحاجات ببقى عارف الاجابه، بس دايما باخد الموضوع من ناحيه ايه رايكم، تفتكروا كذا ولا كذا، تعالوا نعمل تشالنج مع حد ونشوف هنوصل لايه. فبحاول دايما احسس، او ده اللي بيبقى الحقيقه، انا لما ببقى قاعد قدام الكاميرا ببقى حاسس ان انا قاعد بتكلم زي ما انا بتكلم معاك، زي ما انا بتكلم مع اي حد من صحابي. فده بيخلي الشخص اللي قدامي حاسس ان الموضوع احنا قاعدين بنتكلم مع بعض، بنتناقش في موضوع انترستينج. الموضوع مش فيديو تعليمي كده بحت وخلاص، لا، في والان سنقدم كدا لكم الكونتنت العلمي، هو مش كده خالص. وزود حته حلوه قوي قالها برضو عبد الله على المشرط. لازم الفيديو يبقى انترتيننج. يعني انا لحد دلوقتي فاكر المدرس بتاع اولى ابتدائي اللي كان بيضحكنا، مش فاكر المدرس اللي كان بيعلمنا، انا فاكر اللي كان بيضحكنا، او المدرس اللي بيعلقنا او بيعلم علينا. يعني ايا كان في ايموشن في الموضوع. أيوة. هو ده المهم. فلازم الموضوع يبقى انترتيننج برضو شويه. طف يوسف، هو انا بالنسبه لي الموضوع جه بتريند ايرور شويه. يعني انا اول فيديو ليا في حياتي اصوره موجود لسه عندي في الشانل، ده اول فيديو في حياتي ارفع الكاميرا اساسا واتكلم قدامها. انا يعني عامه في الاول ما كنتش بعرف اتكلم خالص قدام الكاميرا، كنت ضعيف جدا جدا. أوكي. بتهته كتير ومش عارف اتكلم، يعني واحد مكسوف او مبلم كده قدام الكاميرا. لغايه مع اكتشفت مع الوقت ان هو لا، عادي، انت مع التجربه الكتيره قوي هتفهم الدنيا. ففضلت اعمل كده واحده واحده لغايه مثلا ما فهمت بالنسبه لي انا مثلا في الكونتنت بتاعي، ان كل ما خليت الموضوع ليه علاقه بايا كان مين اللي هيتفرج على الفيديو ده هيرتبط بيه. يعني مثلا معلومه تبقى ليها علاقه بالانسان عامه، فاي حد لما تقع قدامه المعلومه دي ما هو انسان فهيرتبط بالمعلومه بشكل ما. فاستخدمت الموضوع ده في الاول ان اجيب معلومات تبقى ايا كان اللي هيشوفها مين لازم يسمعها عشان هي جديده بالنسبه له وليها علاقه بحياته مثلا. بس مثلا مع الوقت قلبت الموضوع ان يبقى ليه علاقه بقى، طورت من نفسي شويه وطريقه تقديمي، فالناس بقت بتحب تتفرج على طريقه التقديم والمعلومه كمان. اوكي، وخلي بالك المميز برضو عندك ان حتى لو معلومه اوريدي انا عارفها لكن في تفريعات كده في ليها حتت صغيره ممكن ما تبقاش عارفها. الحتت الصغيره دي بتفرق، خلي بالك جدا جدا. وهي دي اللي غالبا لو الفيديو هيضرب ممكن يضرب بسبب جمله او كلمه بس ده حقيقة. في الاخر ده حقيقة. ده حقيقة. ده حقيقي. ماشي، يعني السؤال اللي جاي برضو ليه علاقة باللي علي قاله. From your experience, how does someone make learning an enjoyable process؟ ازاي نخلي التعليم عملية ممتعة؟ علي انا ممكن اجاوب عليه في كلمة واحدة. تريف بالمدرس، المدرس اللي انت قلت عليه ده، هو ده اللي انا عايزك تبتدي بيه. بعيدا عن دي برضو، عشان الليرنينج مهما كان فن بيجي لنقطة ما بيبقى ممل. كلنا لما بنخش ديب في اي حاجة بنتعلمها بنبدأ نزهق. فهي الكلمة الواحدة اللي ممكن اجاوب ازاي الليرنينج يبقى انجويبل وازاي نكمل فيه هي الواي. ليه واي؟ كلمة واي ليه؟ ليه من الاول عايز اتعلم؟
ليه انا ليه عايز اتعلم فوتوشوب؟ لازم الاسباب بتاعتي تبقى قويه جدا من الاول، علشان طول ما انا بتعلم واشوف نفسي بكبر ابقى دايما مبسوط. لازم برضو اتراك البروجرس بتاعي، لان من الحاجات اللي بتبسط البني ادمين جدا سايكولوجيكلي فكره ان انا بشوف جروينج، ان انا النهارده احسن من امبارح، احسن من هنا، ارقامي بتزيد، كل حاجه بتتطور. فالتراكينج في البروسيس بقى نفسها برضو مهم جدا. بس لا انتوا هتبصوني لبعض ولا ايه؟ قولي عبد الله. ازاي نخلي الكونتنت ليرنينج بروسيس، ليرنينج بروسيس ليرنينج عموما بقى عموما انجويبل. حاجه بسيطه جدا برضو كان ليها علاقه بحاجه لسه قايلها، بس عشان نقربها من الشباب، انتوا لما بتفتحوا تيك توك او مثلا الشباب اللي بتحب الكوره وبتتفرج مثلا عايزه تشوف تحليل ماتش او عايزه تقرا الخطه، قد ايه نهمك وشغفك ناحيه الموضوع بتقدر تحفظ لعيبه الكوره؟ يعني مثلا في لعيبه اسمها صعبه قوي بجد بجد وحافظينهم كويس، طب ايه السبب؟ انت 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 بتحب ده، فانت الموضوع كله اتس اول اباوت ان انت يعني مش ما لو قلت لك خليه حاجه انت بتحبها، ما انت طب ازاي احبها؟ فاحنا ماشيين في نفس لوب، في نفس اللوب ده. اعتقد دور البيئه المحيطه بيك الصراحه، يعني مش هنرمي الحمل عليكم كلكم وان انتوا كل حاجه بتتعلموها لازم اقول لك لا استمتع بيها وحبها. لا، العمليه التعليميه عمليه صراحه بتوصل لمرحله وبتبقى صعبه زي ما علي قال. لو البيئه اللي حواليك بيئه بتحاول ان هي تحمسك او بيبقى فيه زي تشالنجز، يعني انا الصراحه كنت بتعامل معامله التريتس في البيت، يعني بابا كان يعني السنه دي لو جبت يعني درجه كويسه قفلت كذا وكذا، قفلت الماث وقفلت الساينس، البي سي هيتظبط في بلاي ستيشن. لا انا لو ما جبتش درجه معينه هتضرب. لا انا الصراحه لا انا كانت العكس عندي، كان الموضوع عندي كانت تشالنجز قفل اربع مواد في كده، ثلاثه في كده، فكنت حرفيا يعني ببهدل نفسي، بس كنت بحب ده، كنت بحب ده قوي يعني. واحنا كمان بنحبك يعني، بس انت لازم تلاقي حد لازم تكوشك على وقت. والله وانا طول عمري مقتنع ان عامه الليرنينج في اي حاجه بيبقى حاجه صعبه جدا، وبالذات مثلا في الدراسه، يعني مش حاجه سهله، ومش سهله كمان ان هي تتحب. يعني انت ممكن حتى صعب انك تحب الليرنينج كله، بس ممكن تحب ماده او مادتين معينين اللي هو دول خلاص دول تخصصي، انا شاطر قوي في الماث، انا شاطر قوي في الساينس مثلا، عشان انت في باشن. وكمان انت يعني مثلا ممكن تبقى شايف حاجه لنفسك قدام، فبتربط بقى الحوار ده بكده، خلاص انا ههتم قوي بالماده دي عشان عايز لما اكبر ابقى مهندس مثلا، فابقى شاطر قوي في الماث. بس عامه كاوفرول الموضوع بيبقى صعب، فانت لازم تشوف لك حلول خارجيه شويه، زي مثلا تريتس زي ما عبد الله بيعمل، دي بتفرق جدا، بتعلي الدوبامين عندك، فبتتشجع انك تذاكر عشان الدوبامين يفرز عندك اكتر، وتبقى عندك حماس انك تذاكر وتنجح، وبتبقى كده تاخد الهديه اللي في الاخر، سواء بقى شوكولاته او فلوس او عربيه او ايا كانت، مش فارقه. ممكن مثلا تدي لنفسك بريك كل شوية على موضوع التمرين، لازم عامة فترة الدراسة ايا كانت بقى في المدرسة او في الجامعة او حتى بعدها، لازم عامة التمرين ده بيفصلك خالص عن كل الضغوطات اللي انت فيها ايا كانت بقى، ضغوطات شغل او ضغوطات دراسة. فلازم تشوف لك ايه الحاجة اللي ممكن تفصلك عن العالم ده، علشان الضغط ما يبقاش عليك قوي، يعني ما يضغطش عليك جامد قوي فانت تضر نفسيا يعني. بس كده. ماشي. طيب اخر سؤال قبل ما ناخد اسئلة الجمهور، جماهير العريضة. دلوقتي لما تطلع بفيديو جديد وتنزله وتلاقي انه مش ماشي مع الالجوريثم، ما الالجوريثم دايما بتتغير وانكسبكتد وانت مش عارف هي رايحة فين. فهل والكونتنت ده عجبك وانت مقتنع بيه جدا، هل هتفضل مستمر عليه او تحاول ان انت تزقه في الالجوريثم، ولا هتمشي مع السيف اوبشن؟ وهبتدي بيك برضو يا يوسف. هو انا دايما مقتنع ان there is always a way، يعني مش فارقه انت جربت نوع الكونتنت ده دلوقتي ما نفعش. هو ممكن تبقى مشكلة مش في الكونتنت نفسه اكتر من مشكلة في الطريقة بتاعت الفيديو اللي انت صورتها بيه، ممكن تبقى طريقة يعني المشكلة في الطريقة نفسها بتاعت التقديم. فانت لو شفت طريق تاني، انت خلاص انت حابب الكونتنت ده، او انت والله لازم اللي اعمله
خلاص انت حابه وانت وده اساسا حاجه مهمه قوي انك تبقى حابب اللي انت بتقدمه عشان تقدر تكمل لسنه وسنتين وخمسه كمان. فانت خلاص قرر ايه اللي انت عايزه وشوف الطريقه الناجحه اللي ممكن تقدمه بيها، بس ما تغيرش الكونتنت في سبيل الناس اللي حواليك عشان انت مش هتقدر تستحمل 3 سنين على حاجه انت اساسا مش طايقها. ايوه صح. بس يعني هو ده رايي. علي انا يعني وجهه نظري زي يوسف كده تقريبا، الكونتنت عمره ما بيتغير، اللي بيتغير بيبقى الاستراكشر او طريقه تقديم الكونتنت نفسه. واه كلنا بنتغير، يعني احنا الثلاثه بنعمل شورت فيديوز علشان الالجوريثم بتفيفر الشورت فيديوز الفتره دي او الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فهو مش بيأثر على الفكره بس بيأثر على طريقه تقديمها عامله ازاي. فمثلا انا مثلا عندي فيديوهات كتير قوي جربتها بطريقه معينه ما نفعتش في الاول، قلبت الفيديو ده ان هو يمشي بطريقه تشالنج او بفكره مختلفه او يتماشى مع التيك توك او البلاتفورم اللي انا عليه بطريقه معينه، لقيت ان فرق 10 اضعاف مثلا، فرق كبير جدا. اوكي. وكان يوسف قال في الاول، انت كنت قلت في الاول حاجه، هو قال كلام كتير يعني. كان في حاجه بس خلاص في حاجه من الحاجات اللي قالها افتكرها اقول. ماشي، افتكروا اللي يوسف قاله خلاص. جبتها. كان اتكلموا على الترندز برضو. انا مثلا من الناس اللي بالنسبه لي لازم لو في ترند جديد اخشه. اوكي. مش شايف مثلا ان هو ممكن يقلل او كده، لا، بس بحاول اخشه بالكونتنت بتاعي، وده جزء من فكره ان انا اتماشى برضو مع الالجوريثم. تأيفوا عليك يعني من الاخر. تأيفوا. انت مهندس معماري ولا لا؟ انا دكتور سنان. تمام. أأيف اللي انا بعمله الكونتنت بتاعي ان هو يمشي مع الترندنج، مع البلاتفورم اللي انا عليه، مع اللي ماشي دلوقتي في الدنيا. بس تحفه. عبد الله، كنا زمان بنقول ثانية ده بتزعل ايه يا عم؟ بتزعلي سقف له، ما تزعلوش. ايوه بينادي علينا. بس قول. زمان في الاول كنت بقول لو كان الالجوريزم رجلا لقتلته، وليه تيك توك يا اداره التيك توك الفيديو بتاعي ليه ما بيمشيش، وكنت بشوف شكاوي على الجروب كتير. بس اكتشفت بقى اكتشاف مهم، وهقول لكم يا جماعه ده سيكريت جامد قوي هكشفه للناس كلها. عارفين يا جماعه الالجوريزم ده، وخصوصا بقى احنا بنتكلم على تيك توك، الالجوريزم ده هو انتوا يا جماعه، انتوا اللي بتعلوا حاجات وانتوا اللي بتوقعوا حاجات، انتوا اللي بتشوفوا الفيديوهات وبتفكسوا لها فبتوقعوها. اعملوا لنا لايك يا جماعه. لايك وشير وسبسكرايب. وحركه الاكسبلور، ما فيش حاجه اسمها حركه اكسبلور، دي من الحاجات. اتس اول اباوت واتش تايم. ده الالجوريزم، هو بيقيس قد ايه الناس اتفرجت على الفيديو. فزي ما علي قال وزي ما يوسف قال، هي الكونتنت از كينج، بس الاستراكشر وطريقه تقديم الكونتنت عشان ارضي معاليك هي اللي بتخلينا نذاكر. يعني سامع يا معاليك، لو شفتوا لنا فيديو احنا الثلاثه اتفرجوا للاخر، ما تعملوش ولا لايك ولا اكسبلور، سيبوا الموبايل وخشوا اعملوا اي حاجه. بس سقفه كبيره ليهم، جامده جدا. وجينا عند منطقه بقى ايه، وقت التفاعل. انتوا اللي هتسالوهم الاسئله. تمام. فيلا نعمل سكان للكيو ار كود ونسال الاسئله على سلايدو. تعال بقى مكاني يا عبد الله عشان اقرا لكم الاسئله. اقعد جنب اخواتك. انا بس لحد ما الاسئله تيجي انا عايز نقول للشباب حاجه حلوه. قول. انا ويوسف وعلي اصحاب جدا جدا جدا، وعندنا كمال وعلي جيلاني، وعندنا انس، وعندنا مين تاني عشان ما ننساش، وجيمي وموستايل وانس واحمد كمال. احنا عاملين حاجه اسمها غرفه عمليات، واكل على الهادي برضه. ايوه. ده اب كومينج جامد قوي ده. ايوه، عاملين حاجه اسمها غرفه عمليات. احنا اصحاب من زمان جدا، وتقريبا انا ما اعرفش الكرييترز التانيين عاملين ازاي، بس احنا ككرييترز يعني عاملين غرفه العمليات دي. حرفيا اي حاجه جديده بنكتشفها، اي سؤال بنساله، اي حاجه بتحاول ان هي تزقنا لقدام ولو يعني خطوه واحده، حرفيا الجروب ده محدش بخل بحاجه، والجروب ده فضله كبير جدا في حياتي. بالعكس في فتره المسابقه انا ما كنتش لوحدي، احنا كنا 7 يا جماعه. فشكرا ليكم، انا بحبكم. واحنا كمان يا باشا والله. احنا يعني من الاخر، اعرف صاحبك وعلم عليه. كده بس كده. كده ده كده كده. يلا بينا، مستنيين اسئله سلايدو.
وانتوا عاملين ايه؟ اكتبوا مروان حسين ياسر. شربوا حاجة؟ وسعان. شربوا حاجة. طب يا جماعة يا ويلرز. السيرة جت. طيب أسأل مين فيكو What is your main source of inspiration؟ أعتقد أنت قلت بيل ذا ساينس جاي. لا مش بيل ناي، هم كتير يعني، هم من كل بلد حد. في بيل ناي، ستيف سبانجلر، جيسون سيلفا، نيل دي جراس تايسون، كارل ساجن، ريتشارد فيمن، الحسن بن الهيثم، ومؤخرا يعني موجود في الوقت الحالي واللي عرفني ان الساينس ممكن يتقال على السوشيال ميديا، احمد الغندور الدحيح وعلي علوكا واشرف كوخ. لا اسامي كبيره طبعا. طيب السؤال الثاني، do you ever feel like stopping when haters keep attacking you؟ Also, what do you do when you don't feel like doing videos؟ طيب فيكم انتوا الثلاثه، فيكم انتوا الثلاثه، مين فيكم عنده هيترز؟ انا الصراحه او نيجاتيف كومنتس. بص هو فيكم في البدايه كان فيكم نيجاتيف كومنتس كتير جدا كده كده. ما انت فاتح 10 تشانلز، فانت اكيد هيجيلك يعني. وكمان بالذات لما انت يعني، انا بتكلم من كل فيديوهاتي معلومات، فهي المعلومات برضو بيبقى ليها نظريات وكده، فهو يعني بس في معلومات بتبقى مؤكده 100%، ويعني معظم الحمد لله فيديوهاتي كلها الحمد لله فيريفايد قبل ما نبوست اي حاجه خالص. فالفكره بقى ان في ناس مثلا بتخش ساعات ممكن تشتم، ساعات مثلا تقول المعلومه دي غلط من غير ما يدوروا ورا. بس عامه يعني انا شايف ان موضوع مثلا الهيترز عامه ده بيبقى حاجه عامله كده زي مطب في طريقك. انت لو كل شويه عمال بتقف وتركن جنب كل مطب، انت عمرك ما توصل لنهايه الطريق اللي انت عايز توصل له. فلو في اي حد عامه بينشر حواليك طاقه سلبيه بترجعك وبتصعب عليك مشوارك اللي هو اساسا صعب جدا وكله مطبات، ابعده خالص عنك. اوكي. فانا عامه لما بلاقي اي حاجه سلبيه انا لازم ابعدها عني على قد ما اقدر. ازاي يعني عادي بقى بعيد. بلوك. بلوك. صراحه يعني انا بالنسبه لي مثلا لو اي حد لقيته بينشر مثلا افكار سلبيه في الكومنتات عندي، سواء بتاثر عليا او على الناس اللي بيتفرجوا عليا، امسح. صراحه لازم بمسح الكومنت بتاعه، بعمل له بلوك علشان هو مش بيأثر عليه على نفسه بس، لا ده بيأثر عليا وكمان بيأثر على الناس اللي بيتفرجوا على الكومنتات. يعني كمان ممكن يصدقوه او يقولوا تصدق ده ممكن يبقى عنده حق، وينشر في دماغهم الافكار اللي هي اساسا مش صح. فانا صراحه ببعد عني اي مطب ملوش اي لازمه في طريقي. تحفه. انا لازم اتكلم على الهيترز لازم. بس معلش، لا انا عايز الجزء الثاني من السؤال. اوكي بعد الهيترز الثاني اللي هو ازاي اعمل فيديوز، يعني what do you do when you don't feel like doing videos. When you don't feel like doing videos. انت بتعمل فيديوز كل يوم. ايوه. بس اكيد هيجي ايام انت انا ماليش نفس اعمل فيديو النهارده. فبتعمل ايه بقى؟ ما زي ما اتكلمت، الواحد اول حاجه يريلايز ان فكره ان ده اليوم المهم، اليوم اللي انا مثلا مش عايز انزل فيه التمرين او مش عايز اعمل فيه الحاجه، ده اليوم الاهم. فده بيبوش مي او بينسباير مي ان انا اعمل، بيديني بوشايه الموتيفيشن البسيطه اللي بس اللي عمره ما بيغلبك، عمره اللي هو طب خلاص انا مش هعمل حاجه. لا عمره. انا عكسه. بس انا اعتقد السؤال ده مربوط بالهيترز، يعني اللي سال او اللي سال السؤال ده الهيت هو اللي بيخليه doesn't feel like doing videos اكتر. اوكي. فعشان كده عايز اتكلم على حته الهيترز دي بسرعه جدا. يعني لو احنا قدامنا، انا دلوقتي مثلا قدامنا 500 واحد، لو واحد منهم طلع قال لي علي انت ما بتفهمش حاجه او قال لي حاجه نيجاتيف، انا ممكن انزل من هنا مثلا متضايق. ممكن كلنا نحس ان انا الموضوع وحش، بس انا هنسى ال 1000 او ال 499 اللي سقفوا لي. فالهيتر ده صغير، احنا اللي بنديله اهتمام اكثر ما هو يستاهل يا ولد. بس لا سقفه كبيره بقى يا جماعه. تاثرت والله تاثرت. طيب السؤال ليكم انتوا الثلاثه، what was your favorite video that you created and why؟ نبتدي بعبد الله. فيديو مفاجاه للناس. كنت لخصت عمر الكون 15 مليار سنه في سنه، والفيديو ده ما اتشافش. والله بجد كنت عامل فيديو ميوزيكال ورحت عملت له ميكساج في استوديو وعامل له فوتج كويسه، وكنت عايز بجد اعرف الناس ازاي الكون ابتدى لحد اللحظه اللي احنا فيها. وكانت في الاخر بقى معلومه جامده قوي ان لو الكون ده عمره سنه فاحنا جينا في اخر ثانيتين. اوكي. بس جبت كام فيو بقى؟ 150,000 فيو. الفيديو ده يتشاف النهارده يا اولاد. يا ريت. اوكي. بالظبط.
هو انا بالنسبه لي احسن فيديو عملته ملوش علاقه قوي بالكونتنت بتاعي. يعني اكتر فيديو انا عملته حلو وفعلا اثر فيا شخصيا هو حاجه بيرسونال جدا. هو كان فيديو العنوان بتاعه اول محاضره اعملها في حياتي. فده كان بالنسبه لي هديه لامي. يعني هي انا كان رحت عملت اعلان سقفوا والله اثر فيا جدا والله العظيم اثر فيا جدا حبيبي. ما شفتوش ده بس هو كان محاضره في تيدكس وبتاع. فبس فكان اول يوم الناس عامه تتجمع بقى حواليا والناس يتصوروا كده. فامي كانت موجوده بقى وشافت الكلام ده كله. فانا قلت اقدمه لها يعني في عيد ميلادها وكده. والموضوع اثر فيها بقى واثر فيا واثر فيها كلها وبتاع. بس يا ابن الايه بس ده بالنسبه لي انا احسن فيديو عملته بالنسبه لي كان فيلم. اول فيلم قصير اعمله في حياتي اللي شاركت بيه في مهرجان القاهره السينمائي وكسبت الحمد لله المركز الاول. و واللي حبيته يعني اللي عجبني قوي في الفيلم ده ان هو كان حاجه جديده بالنسبه لي. مثلا اكتر من 4-5 مرات في البروسيس كنت هقرر ان احنا خلاص هنوقف، انا مش قادر اكمل، الموضوع صعب، حاجه جديده بالنسبه لي. بس على الرغم من كده كملت وكان اول فيلم ليا اول تجربه ليا. ويعني الحمد لله جاب نتيجته. الحمد لله سقفوا بقى. طيب برضو السؤال ده ليكم انتوا الثلاثه. When and how did you three meet؟ ايه ده؟ ده اختبار ده. امتى ازاي؟ طيب هو انا لما عملت ايديوكيشنال كونتنت على تيك توك كنت مفكر نفسي انا الوحيد. شفت يوسف ف اتغصت. لا ما اتغصتش بالعكس. لا خالص. رحت دخلت عملت له كومنت وفولو. بهزر والله. بقول له بجد انا بحب الكونتنت بتاعك فروح اعمل لي فولو باك. فاتكلمنا مع بعض وقعدنا نتكلم اون سوشيال ميديا بقى لحد ما اتقابلنا. بس انا مش فاكر اتقابلنا امتى. بس انا فاكر ان انا كنت نازل القاهره في مره وبقول له ده انا رايح ابات في كذا. يوسف قال لي عيب والله، يعني ايه رايح تبات؟ تيجي البيت. اه والله على طول. وجينا وقعدنا وبتاع وقربنا بعض جدا يعني جدا. اقسم بالله مامته بتعمل حمام حبيبي احسن من الدهان حبيبي. طيب يا جماعه العزومه اللي جايه عند يوسف بجد احلى حمام حبيبي حبيبي. سافر الحمام. اعتقد انا صاحبه بسبب الحمام ده تقريبا. واحنا علي انا واخد بالي ان علي ساكت اصلا. هو صاحبكم ولا ايه؟ هو لا دخل معانا احنا كلنا عرفنا بعض على التيك توك كده كده. ومن الاول كنا فريندلي. اللي انا بحبه في تيك توك انا بحس ان احنا كوميونتي، كلنا ناس كلها بتحب بعض دايما كده حابين بعض. يوسف من اسباب ان انا ابدا تيك توك اصلا بجد والله. انا ما اعرفش معلومه. استنى انسباير بجد. هو انسباير شفته اللي هو بيعمله. انا بحب نوع الكونتنت ده. ابتديت من الناس اللي انسبايرد مني ان انا ابدا تيك توك كان يوسف. طبعا كنت اعمل له فولو بتابعه بتكلم معاه وببعت له. هو كمان لقيته بعت لي وعمل لي فولو باك. ومن هنا ابتدينا نتكلم. طب عايزين نعمل حاجه حلوه مع بعض. اول مره قصر البارون. في قصر البارون. قصر البارون عملنا فيديو كان حلو جدا. دمجنا البارت التعليمي بتاعه ببارت التصوير والاخراج بتاعي وعملنا حاجه حلوه. نفس الكلام برضو عملت. فاكر اول كومنت كتبته لك ايه؟ لا هقول. انت شبهي. واحد بعت لي فيديو قال لي عنان في واحد تاني شبهك. بس هو كان ساعتها علي مليان شويه كان عضلات. وراح فين بقى؟ كان اتجوز. اوكي يا عيني يا عيني. سوري يا رنا. قال لي في واحد شبك بس بيعمل كونتنت حلو قوي ليه علاقه بالفوتوشوب. دخلت وقلت له انا حاسس ان انا اتفرج على نفسي. فولو باك. واتكلمنا بعد كده بقى. كان السلكان عنواننا احنا كلنا. والله بنحب الخير لبعض. لا والله يعني الشهاده لله. يعني مع ان يعني انتوا الاثنين الكونتنت بتاعكم في الساينس فطبيعي يبقى فيه زي تنافس. وعلي برضو يعني كده كده احنا كلنا بنتنافس ككونتنت كرييترز على الفولورشيب والكونتنت الاجمد. بس باللي انا شايفه بالسبيريت دي لا تحفه ما شاء الله. يعني سقفوا لهم هم الثلاثه يا جماعه. خلاص احنا خلاص كده تقريبا. انا عارف انا مش بعتش من عادتهم والله. بس جماعه سقفه لعبد الله وليوسف. اتبسطنا جدا يا جماعه. والكونتنت بتاعهم. شكرا. وانا بجد استمتعت جدا جدا جدا. واحنا كمان. واحنا بيك قوي يا ريت. والله العظيم واحده من 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 البانلز اللي اتشرف بيها. ما تيجوا نتصور مع الناس. يلا بينا بسرعه. مين حد معاه موبايله؟ انا معيش موبايلي. تعال اهو. انا معانا بتاع الفوتوشوب. اطول واحد فينا ولا سيلفي. طب ما يعني قربوا وما تمشوش لسه في حاجه تانية. طلعني في الصوره يا علي. ايوه ايه ثانيه يا جماعه.
حاولوا تقربوا يا جدعان، قربوا قربوا. طب انزلوا انزلوا وطوا وطوا، احنا وطي احنا نوطي. ايوه ايوه ننزل. ايوه ايوه يلا واحد يلا كلنا يا جماعه مع بعض 3 2 1. تعالى بقى تعالى معانا تعالى معانا. دماغ شغاله مش بتنام. مين الجامد اللي اخترع اسم دماغ؟ تعليمية شغاله مش بتنام. حلو.